السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتو أليرت. اليوم معنا شرح جديد للموقع. هذا المشروع حلو جدا، كات ديفاي يلد فارمينج بلاتفورم. طبعا شو معنى وات اتس كات ديفاي؟ كات ديفاي ستيكين اند يلد فارمينج ديسنترايز ستيكين بلاتفورم ذات بروفيت باسيف انكم تو اتس انفستور باي ديستريبيوشن ريورد تو يوزر according to the amount of token staked. المهم راح اخلي لكم الرابط. المشروع جدا رائع وحلو. We are built a platform to hold crypto and earn reward. المشروع جدا حلو. هنا مسويين tokens for sale، باقي له بس 29 يوم. طبعا اذا تبغى تشتري الباي كات توكن من هنا تسوي كوبي ادريس. طبعا start من 15 جون and يوم مارس 20 مارس. كات ديفاي لستين برايس 1 كات 0.75. طبعا موجودة على بانكيك سواب. اذا جينا حطينا هنا الكونتراكت حقهم تسوي اد وخلاص. بنشوف كم سعرها حاليا بالدولار تقريبا USDT 1 كات 0.18. يعني جدا رائع، السعر مناسب. هنا الليستنج برايس راح يكون بروفيت حلو. فالتوكن بورشس ليميت مينيموم 0.05 الى 10 اثريوم. طبعا اكسبتبل كرونسري از اثريوم USDT. كروفت سيل برايس 1 كات يساوي 0.15. المهم راح اخليكم جميع الروابط تحت اسفل الفيديو. طبعا هو بيقول اكسشانج ليستد موجود على هنا على البانكيك سواب. طبعا اذا بغينا نشتري مثلا قدامكم اي مبلغ، مثلا انا عندي 0.2، نشتري 0.1 نشوف كم يعطينا. بيعطينا 3 قطع تقريبا بالضبط. بس طبعا هم مسوين price impact too high، يعني ما في اصلا سيول على هنا. بنشوف اقل شيء 1، ممكن اذا كده ممكن نسوي له swap بس ما له داعي. فالمشروع جدا رائع. اصلا مسوين airdrop هنا our round map. هو هنا start to cut DeFi platform development. ابتدى من ديسمبر 2020، جونيوري 2021 ستارت جروث سيل ستارت بلنتي ايردروب كومباني. طبعا احنا في الايردروب في الجونيوري وابريل، احنا في الايردروب والبيونتي. هنا جولاي لسن اون يوني سواب بيناس اند مور. طبعا اغسطس ستار جيفين ريورد تو هولدرز تيكن. هذا اللي خليكم الروابط وانتو شوفوه. هنا الفيديو عن الموني سواب كل شيء. هنا كونتاكت كات ديفاي وكل ما في هذا الامر. طبعا الاير دروب انا عندي هنا الاير دروب مسويينه مرتين. انا عندي 37 حالة على الاير دروب، كنا شرحناه قبل. الاير دروب راوند 1 اند راوند 2. نشوف الراوند 1 كم كات ديفاي. هذا هو راوند 1 عندي 38 حالة، وراوند 2 37 حالة. فإذا جينا نسوي بالانس قدامكم راح يطلع كم عندي بالانس. عندي 50 كات بس ما احتسبوا الإحالات لأنه لسه ما مبين معانا شو الإحالات. 37 إحالة وخلاص. هذا كان شرحنا اليوم. اللي يبغى يشتري يشتري بالسعر هذا. إن شاء الله يوم تنزل على المنصة الثانية بيكون سعر أكبر. أشوفكم على خير في فيديو لاحق، ومع السلامة.